على طول مساء الفل، اهلا بيكم ولقاء جديد من اخر نهار. النهارده الجمعه، انتوا عارفين انا زيكم كلكم من عشاق هذا اليوم الكريم، يوم المحبه والدفى والسؤال والعلاقات الاجتماعيه الجميله. يعني اتمنى ان كل واحد يكون قام بجزء، ما حدش بيقوم بالدور المنوط به المطلوب منه. يعني الحياه بقت صعبه جدا، خشنا شوية، فنحاول نذوب الخشونة دي بشوية تليفونات بشوية حاجات. وأنا مش بقول لكم، أنا بقول لنفسي، لأن أنا أول واحد غلطان في الحكاية دي. إنما يعني بنحاول نكون يعني على قد مسؤولية إن إحنا مصريين، وعلى قد مسؤولية إن إحنا قبل ما نبقى مصريين إحنا مسلمين. فعلى قد ما عندنا الإحساس دوت، على قد ما عندنا دي مسؤولية. انت مش مصري يعني تعمل اللي انت عايزه. زي ما اقول لك، انا شايل اسم العيله. يا ابني انت بتعمل كده، انت شايل اسم العيله بتاعتنا، فانت شايل اسم البلد دي، وكمان بتمثل الدين. اوعى تفتكر ان راجل الدين هو اللي بيمثل الدين، لا، كل واحد سواء كان مسلم او مسيحي او يهودي ما عندناش مشكله، كلها كتب سماويه احنا معترفين بيها كلها. هو بيمثل دينه للعالم بسلوكه، مش بأنه هو يخش كنيسة يصلي ويخش جامع يصلي، لا، بسلوكياته. سلوكياتنا أخبارها إيه؟ عندنا مشاكل كتير، يعني عندنا مشاكل كتير جدا جدا جدا، لازم نحاول نساعد بعض، والدولة لازم تحاول تساعدنا. طبعا الخبر الرئيسي النهاردة، احنا معانا هيكون معانا هذا المساء في جلسة طرب جميلة، الفنان الجميل والكبير والعزيز علينا جدا إيهاب توفيق هيكون معنا وهيمتعنا بصوته الجميل وفرقته الموسيقية الجميلة. إن شاء الله نقضي سهرة كويسة معاه إن شاء الله. طبعا الخبر المفجع النهاردة جاء من المملكة العربية السعودية العزيزة، إنه في القطيف في قرية اسمها قضيح حصل اللي انتوا سمعتوه كلكم، إنه في واحد بيقولوا داعش أعلنت مسؤوليتها، دخل مسجد للشيعة في، تعرفين القطيف دي في المنطقة الشرقية في السعودية، المنطقة الشرقية دي منطقة مهمة جدا في السعودية اللي فيها البترول وكده، ودخل فجر نفسه في المصلين. ايه ده؟ ده اللي انا بقولك، خلي بالك هو ممكن يكون مش فاهم حاجة. يعني ليه قلتلكوا عليه قبل كده، اللي احنا بنحول شباب مش فاهم حاجة القنابل. انما طب يقولوا ايه الناس في الدنيا؟ المسلم دخل موت مسلمين في الصلاة، قال ايه؟ داعش بتقاوم الشيعة. يا سلام، سفالة ما بعدها سفالة. وعلى فكرة احنا كلنا، وحتى في ناس زعلت مني في الحكاية ديت، انما احنا كلنا مشاركين في صنع هذه القنابل وهذه الشخوص المجنونة الجهلة اللي ما تعرفش حاجة، لان احنا سيبنا المجتمع بلا علام، وسيبنا طيارات كتير تغوص في كل حتة تغوص في كل حتة، وسبناهم يتوغلوا في وسط القرى والنجوع وفي البدو وفي الحتت اللي توغلوا وأطلقوا أفكارهم الرديئة المنحطة، معتمدين على قول يسندوه هم لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يفسروا هم بطريقتهم، يعملوا هم بطريقتهم. عشان كده بقول لك الخطاب الديني، قول أنت زي ما أنت عايز، هم عندهم طريقة، هم عندهم ناس بيثقوا فينا، هم خلاص بالنسبة لهم إحنا شياطين. هم عندهم شيوخهم بقى اللي بيقولوا لهم روحوا فجروا نفسكم في الجامع. طب فكر يا اخي، واحد داخل يصلي شيعي سني، مالكش مالكش صالح انت، انما دخل وفجر نفسه ونشر صورته بداعش. يعني داعش اعلنت مسؤوليتها ونشرت صوره البطل المغوار المسكين ده، اللي ولا جاهل ده، ولا انا ما اعرفش عنه حاجه. انما احنا عندنا في الوطن العربي، اسمع، بالمناسبة عندنا ظلم، عندنا قهر، عندنا عدم عدالة اجتماعية، عندنا شياطين، عندنا فساد، عندنا استغلال نفوذ، عندنا. حط الحاجات دي كلها في سلة كده، لما توزنها تطلع لك إرهابي على طول. عايز تغير خطاب الدين غير زي ما انت عايز، بس هو مش بيسمعك.
عالج ده، عالج ده، العدل، العدالة، خلي الناس متساوية، خلي الناس زي بعضها زي ما ربنا خلقها. الناس طبقات ما عندناش مانع، أغنية وفقرة ما عندناش مانع أبدا. ولذلك أنا لما حد يقول مثلا، يعني يقول إن مثلا هنحارب الفقر، لا، ما حدش بيحارب الفقر أبدا، إنما إحنا بنحارب الاحتياج، نعلم ونأكل وندي دواء ودول الحاجات دي كلها نحاربها. إنما الفقر لا، هيفضل موجود، موجود في كل دول العالم، في الصين، فيه في الهند، فيه في أمريكا، فيه في اليابان، فيه في فرنسا، فيه كل حتة فيها فقر. إنما بيتعالجوا وبيتعلموا وبيبقوا العلم نور بالنون. ليه؟ لأن هم لما يتنوروا ما يتحولوش لقنابل بالشكل المنحط ده، وما يسيئوش لبلادهم ولا ديناتهم ولا أي حاجة خالص. فأنت هتعالج بالخطاب الديني تبقى رحت بعيد، هتعالج بمعالجة الفساد. في حد كتب حاجة في الجرنان النهاردة أو امبارح، طيب نعلق على السعودية مع السيد حازم الشرقاوي مدير مكتب أخبار اليوم في الرياض. أستاذ حازم، أهلا وسهلا أستاذ محمود. أهلا بيك أستاذ حازم، ربنا يخليك. أهلا بيك أستاذ حازم، يعني لو عندك تفاصيل أكتر عن الحادث المؤسف اللي حصل في المملكة العربية السعودية الشقيقة نحب نسمعه من حضرتك. نعم، بالفعل هو حادث شنيع وصعب جدا، لأنه راح ضحيته حوالي 22 شخص حتى الآن، وأصيب حوالي 97 آخرون. هذا الحادث وقع أثناء صلاة ظهر الجمعة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في المنطقة الشرقية بالسعودية، وهذا المسجد يصلي فيه الشيعة في هذه المدينة. عندما دخل أحد الأفراد ويحمل عبوات ويحمل حزام ناسف وفجر نفسه في وسط المسجد، وهذا الإرهابي انشطر إلى نصفين، وتسبب هذا الحادث في مقتل 22 شخص، من بينهم أشخاص تناثرت بعض أعضائهم، بالإضافة لأن الإصابات صعبة للغاية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، عدد الوفيات، عن 22، لأن الحادث كان في منتهى الصعوبة. وقد أدان المفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هذا الحادث، بإضافة إلى عدد طبعاً كل العالم كبير من أعضاء هيئة كبار العلماء. وهناك رفض شديد من قبل السعودية لهذا الحادث، وأيضا من المؤسسة الدينية التي يقودها أهل السنة في السعودية، يرفضون مثل هذه الحوادث ويعتبرونها أنها بمثابة بس ونشر الفتنة بين الأبناء. ربما يا أستاذ حازم يكون في بعض السادة المشاهدين يسألوا سؤال، هو في مساجد شيعية في المملكة العربية السعودية، المملكة السنية يعني؟ السعودية فيها طائفة شيعية موجودة في شرق السعودية، صحيح، في منطقة الإحساء والقطيف وبلدة القضيح التي وقع فيها الحادث. السعودية تتركهم يقومون بصلواتهم وطقوسهم كيفما يشاءون في المنطقة التي يعيشون فيها. تمام، فأهل الشيعة يؤدون الصلاة كما يريدون، وايضا يؤدون مناسكهم وطقوسهم مثلما يعني المسجد ده ما فيهوش ناس سنه، اعتقد ما فيهوش طبعا ما فيهوش، انه هذا المسجد مسجد شيعي ويقع في بلده يعني الشيعة. لا يوجد اي نقاش حول ان المفجر ده اراد ان يفجر مصلين وخلاص حدث ارهابي، ولكن ده داخل يقتل الشيعة، مظبوط كده؟ نعم، لأنه داعش أعلنت منذ قليل أن مسؤوليتها عن هذا الحادث، بأن شخص من تابع لداعش وهو سعودي الجنسية قام بتفجير نفسه وسط المصلين. فهي فتنة جديدة، وهذا الأمر لأول مرة يحدث في السعودية. صحيح. نراه في العراق،
ولكنه غير موجود على أراضي السعودية. صحيح. أنا بشكرك أستاذ حازم الشرقاوي مدير مكتب أخبار اليوم العزيزة في الرياض. يعني بنشوف حنشوف بنشوف وحنشوف، ربنا يكون في عون قوات الداخلية في المملكة. المملكة العربية السعودية مملكة كبيرة ومتسعة، يعني كبيرة جدا، مساحتها كبيرة جدا، عشان يسيطروا على ده عايزين مجهود جبار، لأن دلوقتي ده تغير نوعي زي ما قلنا قبل كده، حصل لنا التغير ده زي ما حصلت الحادث المؤسف اللي راح فيه السادة القضاء والسائق اللي كان معاهم. شهداء إن شاء الله نحتسبهم عند الله كذلك إن شاء الله. بيغيروا. فواحد سعودي قال حازم، يعني تأكدوا ما تأكدوش، بس هو قال إن هو شاب سعودي وداخل جامع. طب هيحطوا بوابات أمنية على كل جوامع المملكة؟ ده ما شاء الله الجوامع هناك يعني ملهاش عدد. مشكلة كبيرة. كان الله في عون المملكة العربية السعودية، وكان الله في عون الأمن، وكان في كلام على قوات دفاع مشتركة ومش عارف إيه، وفي دلوقتي قوات عربية مش عارف إيه، لكن يا ريت يكون في تلاقي، وده أمر أنا يعني يمكن ما صحش كلام فيه في التلفزيون، إنما يكون في تلاقي ما بين المخابرات كلها، الأجهزة المخابراتية في المنطقة العربية، عشان نرصد حركات الناس ديت كلها، لأن إذا ما شبكناش في بعض البلاد واسعة وصحراء كبيرة ودنيا، هيعملوا أي حاجة في أي حتة. يعني مش محتاج الأمر إن احنا نقول إن احنا بندين كقناة وإحنا كبرنامج وإحنا كبلد. طبعا دي مسألة مش عايزة كلام، يعني مسألة مش عايزة كلام، ولذلك إحنا بنشد على إيد رجال الأمن في المملكة العربية السعودية، ربنا يكون معهم عشان يقدروا يواجهوا هذه الأزمة اللي احنا برضو بنواجهها، وهي أزمة كبيرة. يعني انتوا فاكرين لما المهندس إبراهيم محلب قال 3 أشهر هنقضي على الإرهاب؟ قلت له لا، بالراحة شوية يا باشمهندس، لأنه مش كده، لأن أنت مش عارف هو فين، وعندك صحراء هنا وصحراء هنا وشغلانة هنا، والحكاية معقدة جدا. إنما في سبيلنا، في سبيلنا هنقضي عليه، هنقضي عليه إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. السبيل مفتوح لينا، رايحين ليه، هنقضي عليه، هنقضي عليه، بس الوقت ما نعرفوش. يعني ما قدرش حدد وقت ليه، لأن أنا مش عارف عدوي فين بالظبط، يعني مش عارف، ممكن يخش من أي حتة وممكن يعمل أي حاجة. يعني إيه؟ يعني ممكن يضرب مدرسة أطفال، يضرب مدرسة أطفال ومسفلة، دماغهم بايظة، مهويين، في صراصير في دماغهم، يضربوا جامع، ضربه دخل جامع، ناس بتصلي، يعني مفيش حاجة خالص، يعني مفيش حاجة خالص. جاء الأذان. طيب أنا كان نفسي أتكلم معاكم أكتر من كده شوية، بس يعني إيه دلوقتي أذان العشاء، وبعدين بعد بعدي فاصل، بعدين نلتقي بالفنان العزيز والكبير أستاذ إيهاب توفيق، هيكون مشرفنا النهاردة ويمتعنا بفنه الجميل. بس يعني إيه، أنا عايز أقول لكم مفيش وقت خلاص. طيب بكرة نقول لكم.